السلام عليكم. أول حاجة كنهنيكم لأنكم قررتوا أنكم تاخذوا من وقتكم وتشوفوا هاد لا بريزونطاسيون دوبورتونيتي اللي تقدر تبدل لكم مجرى ديال حياتكم. هاد لا بريزونطاسيون كتعلق بدي بيرسون اللي كيقلبوا أنهم يلقاو مدخول إضافي ويحسنوا الوضعية المادية ديالهم، وأشخاص اللي كيقلبوا أنهم يهربوا من الحالة ديال الاستعباد اللي كنعيشوها كاملين في العمل، كيقلبوا انهم يفجروا الطاقات الشخصيه ديالهم في مجالات اللي كتناسب الطموحات ديالهم، وهذا الشيء كامل من اجل تحقيق الاهداف والاحلام الشخصيه وتامين حياه كريمه للعائله والاقرباء. هنا في القرن الحادي والعشرين، القرن الحادي والعشرين طراو فيه بزاف ديال التغييرات، منها الازمه الماليه. الازمه الماليه ادات لان بزاف ديال الشركات داروا فايت ولاو كيليسونسيو في الناس وكيخرجوهم وكيلقاو الناس راسهم لي جوغ لون دوما ما عندهمش خدمه، لي غوفوني ولاو هابطين. هادشي بالنسبه للناس اللي خدامين، اما ناس اخرين راه ما خدامينش كاع، كنلقاو واحد الشريحه كبيره من الناس اللي كيعيشوا في الشوماج، وهادشي كامل كنلقاو من الجهه الاخرى كنلقاو بان لي بري غاديين وكيطلعوا ولي سالير ما عمرهم ما قدروا يمشيو للموازاه مع مع الاثمنه ديال الحوايج اللي كنشريوهم كل نهار. وكاملين كنلقاو راسنا كنعيشوا في واحد الدائره مغلقه، كيبدا الشهر كنبقاو خدامين حتى كيسالي الشهر، يعني كنضيعوا الوقت ديالنا كامل، شهر كامل كنضيعوه في الخدمه. ملي كيسالي هذاك الشهر شنو كنكونوا ربحنا؟ كنكونوا ربحنا فلوس، ولكن هذوك الفلوس كنلقاو راسنا بان ملي بدا الشهر وحنا كنخسروا فيهم على الاساسيات، يعني ملي كيسالي الشهر كنلقاو راسنا ما بقى عندنا لا وقت لا خدمه. الوقت ضيعناه باش الوقت ضيعناه باش نربحوا الفلوس، والفلوس ضيعناهم على الاساسيات، يعني كنلقاو راسنا بدينا ثاني ازيرو. السؤال مطروح، واش ممكن ان الانسان ما يبقاش عنده الوقت والفلوس ما يبقاوش دي زوبستاكل؟ واش ممكن ولا ماشي ممكن؟ انا كنقول بلي راه ممكن، والناس اللي كيقدروا يردوا الفلوس والوقت ما يبقاوش حواجز في حياتهم كيقدروا يحققوا الاحلام ديالهم، كيقدروا يعيشوا الحياه ديالهم بحريه، كيقدروا يعيشوا مع العائله ديالهم في الكونفور اللي كيحلموا به، وكيحسنوا من لا كاليتي دو في ديالهم، واهم شيء كيقدروا يعيشوا مع اولادهم. حيت الاغلبيه ديال الناس دابا كتلقاه عايش في الخدمه، عايش في البيرو، عايش في البلاصه فين خدام وما كيشوفش ولادو وهما كيكبروا، يعني كيجي واحد النهار كيلقى راسو ولادو كبروا وما عرفش السنوات كيفاش دازو. اشنو هما الوسائل ولا السبل اللي كاينين عندنا باش نزيدو الفلوس اللي عندنا؟ كاين اللي تيقول لك انا غادي نمشي احتاج فلوس غنمشي ندير كريدي. كريدي بالنسبه لي انتحار، ملي كدير كريدي راك خديتي فلوس في هذيك اللحظه ولكن غادي تخلصهم اضعاف مضاعفه، حيت الكريدي ديما كتردو افيك انتيغي. لومبلوا كاين اللي تيقول لك انا نخدم بزاف ونخدم بليزيوغ لومبلوا، لومبلوا ديما كيبقى اون سوليسيون اكور تيرم دو كور تيرم الان بروبليم دو لون تيرم، كيما تيقول روبرت كيوساكي. كاين اللي تيقول لك غنمشي ندير ديزانفيستيسمون في لابورس. باش دير ديزانفيستيسمون في لابورس الا ما كنتيش ان اكسبير كتولي عندك لابورس بحال القمر، كتقدر تشري لي زاكسيون اليوم بثمن طالع غدا كيهبطو، ملي كتبيعهم كتخسر. كاين اللي كيبغي يدير ان بروجي ويدير افير ديالو، سي اون بون سوليسيون، ولكن باش دير افير ديالك خصك تعرف بان غادي تولي كتخدم بالليل وبالنهار باش تنجحها، والوبستاكل الكبير باش تبدا لافير ديالك هي خاصك راس المال كبير، ولو غيس يكون كبير، الا خسرتي كيمشي لك هذاك راس المال وكتلقى راسك ما عندك والو. حنا اليوم غادي نهضروا على لوبورتونيتي ديال لو 21 سيكل اللي هي الماركتين دو ريزو. اشنو الفرق ما بين الماركتين دو ريزو ولا كوميرساليزاسيون تراديسيونيل؟ لا كوميرساليزاسيون تراديسيونيل الا مشيتي باش تشري مثلا هاد البيسي اللي كتشوف به لا فيديو دابا، هاد لو بيسي اللي مشيتي تشري غتشري من ان ماغازان، هذاك لو ماغازان باعتو ليك اون فوندوز ولا ان فوندور، هذاك لو فوندور ولا هذيك لا فوندوز لو سالير ديالو منين كيجي؟ كيجي اون بارتي من هاد البيسي اللي شريتي. هذاك الماغازان عنده دي شارج، عنده كرا، عنده الضو، عنده لاميناجمون ديالو، هاد لي شارج كاملين منين كيتخلصوا من لي برودوي اللي كيتباعوا فيه، يعني انت اللي كتخلصهم، الكونسوماتور فينال هو اللي كيخلصهم. قبل ما تشري هاد لو بيسي شفتيه في لا بوبليسيتي،
هذاك الشيء علاش اختاريتي لا بوبليسيتي هي كيخصك تروح لها فلوس باش دار في لا تيلي ولا في انترنت ولا في لي جورنو ولا باش دار في لي بانو بوبليسيتير اللي كاينين في الشارع. هاد لو بيسي ما جاش وصل لهداك لو ماغازان، خاصو ان ترونسبورتور اللي غادي يهزو من لوزين باش يوصل للماغازان، وتاني ما جاش ديراكتومون من عند لوزين ومشى للماغازان. كاينين دي غروسيست، لان الماغازان ما غاديش يقدر يشري لا كونتيتي كامله اللي خارجه من لوزين، كيجي ان غروسيست كيشري لا كونتيتي كبيره ومن بعد عاد واش كيفرق على لي ماغازان. لاستيوس شنو هي ان هاد الفلوس كامل اللي كيمشيو ما بين الغروسيست والترونسبور ولا بوبليسيتي، غنديرو ان كورت سيركوي ما بين لوزين والكونسوماتور، ويجيو الناس اللي كيديروا الماركتين دو ريزو ويتحطوا ما بين هاد لي دو زونتيتي ما بين لوزين والكونسوماتور، ويقدروا يقسموا بيناتهم هاد 64% اللي غادي تحقق ليهم لا ليبرتي فينانسيير ديالهم ملي غادي يديروا الماركتين دو ريزو. سو كو لي زيكسبير ديز، ناخدو ليكزامبل ديال دونالد ترامب وديال روبرت كيوساكي. اشنو تيقولوا؟ تيقول لك الا كنت انا غادي نعاود ندير اون افير نوفو، ما غاديش نديرها تراديسيونيلمون، غادي نديرها بماركتين دو ريزو لانه هو السبيل المثالي من اجل التسويق، تبقى هو التسويق الشبكي. روبرت كيوساكي الإشارة هو واحد الكاتب اللي غير لي انا حياتي بكتاب ديالو بيريش بير بوفر. شنو تيقول هو على بيريش بير بوفر؟ فهاد الكتاب تيقول بان لو بير بوفر هو اللي تيبقى ديما اسكلاف ديال ان سالير، وديما خدام عند شي واحد، وديما تيبقى تابع الفلوس. لو بيريش هو اللي تيقلب يدير دي زافير اللي كيوليو كيخدمو عليه، وما كيبقاش هو تابع الفلوس، كيوليو الفلوس هما اللي تابعينه. دابا غادي نهضروا على شنو هما لي بينيفيس اللي كيعطينا الماركتين دو ريزو. ملي تنكونوا في الماركتين دو ريزو تيكونوا عندنا دي روفوني ريزيدويال، في سيستم تراديسيونيل تيكونوا عندنا دي روفوني لينيير. شنو هما لي روفوني لينيير؟ الروفوني لينيير هو انك كتخدم عاد باش كتخلص، الا ما خدمتيش ما غاديش تخلص. سالاري كتخدم الشهر ديالك كامل عاد باش كتخلص في هذاك الشهر ديالك، الا ما خدمتيش ما غاديش تخلص فيه. كنتي كتبيع وكتشري، خاصك تمشي تشري وتمشي عند الكليان وتبيع ليه وعاد باش تخلص، الا ما درتيش هاد لوبيراسيون هادي ما غاديش تخلص وما غاديش يكون عندك ان بينيفيس. لي ريفوني ريزيدويال كدير في الاول ان ترافاي مزيان متقون مقاد، وهذاك لو ترافاي تيبقى خدام عليك، تيبقى يجيب لك دي ريفوني ريزيدويال. نعطي ثلاثة ديال لي زيكزامبل ديال لي روفوني ريزيدويال. ليكزامبل الاول هو مشيت شريت ان تيغان، درت فيه ان انفيستيسمون وبنيت فيه ان ايمابل، وهداك ليمابل فيه دي ماغازان فيه دي زابارتمون، كريتهم للناس. مني انا شريت لو تيغان وبنيتو درت ان انفيستيسمون وساليت، حبست ساليت الخدمة، ولكن من بعد فاش كريتو غادي نبقى ديما كناخد هداك الكرا. هداك الكرا سي ان روفوني كي ريزيدويال، غادي يبقى ديما كيجي. اكزامبل ثاني هو ليكزامبل ديال ان شانتور دار ان سي دي، ناخذ ليكزامبل ديال مايكل جاكسون، دار ان سي دي، هذاك لو سي دي غيكون خدم فيه عام ولا عامين ما الى اريتي، ومن بعد كيبقى هذاك لو سي دي كيتباع افي. ها هو مايكل دابا مات وباقي لي سي دي ديالو كيتباعوا، والورثه ديالو كياخذوا لي ريفوني ديال هذوك لي سي دي اللي تصايبوه مره واحده. لو ثالثيام اكزامبل هو ان اوتور، السيده اللي كتبات هاري بوتر كتباتو مره واحده وغادي يبقى كيتباع ديما، واشاك فوا كيتباع ان اكزومبلير من هاري بوتر كتاخد هي ان بينيفيس. دونك كيف ما قلنا في لي روفوني لينيير تيكونوا عندنا دي روفوني ليميتي، في لي روفوني ريزيدويال تيكونوا ايليميتي. في لي روفوني لينيير ثاني لا في اللي كونترولي بار لي زوتر، ديما تيكون عندك ان شيف هو اللي تيقول لك شنو غادي دير، ما كتخدمش انت راسك. ولا الا كنتي عندك افير ديالك بوحدك كيكون عندك ان كليون، وهداك لو كليون هو اللي كيتحكم فيك. يعني هذاك لو كليون الا ما بغاش ياخذ من عندك صافي كتوقف لافير ديالك، وكيخصك تمشي تقلب على ان نوفو كليون اللي غادي يتحكم فيك حتى هو. في لينيير دائما كنخدموا ما بين 8 د السوايع حتى 12 ساعه في النهار، كل بلاصه شحال كيخدموا فيها الناس، والوغ ديالك اللي فيكس، يعني كيكون امبوزي عليك بانك تجي مع 8 ل 12 من 8 الصباح وتخرج مع 12، وثاني تجي مع 2 وتخرج مع 6، ما كيمكنلكش تختار الوقت اللي انت غادي تخدم فيه. وكنخدموا تقريبا ما بين 30 حتى 40 عام وحنا خدامين، باش شنو كيبقى لنا في الاخر؟ كتبقى لنا ان بيتي روتريت اللي واش غادي تكفانا ولا ما غاديش تكفانا.
في لي روفوني ريزيدويال كيف ما قلنا تو تالور لي روفوني اي سون ايليميتي كيبقاو افي. انت اللي كتكونترولي لا في ديالك، ما كاينش شي واحد اللي كيكونتروليك. في الماركتين دو ريزو ما كايناش لا نوسيون ديال الشاف، حتى شي واحد ما شاف ديال الاخر، كل واحد كيختار امتى غادي يخدم، حتى شي واحد ما كيقولوها شنو غادي دير. كنخدمو ما بين ساعة وساعتين في النهار باش كنميتريزيو لو سيستيم وباش كندوزو لو سافوار فير ديالنا لواحد اخر. ساعة حتى لساعتين في النهار كتكون كافية، ولكن خصها تكون ديما. عندنا انوغير فليكسيبل، حنا اللي كنختارو الوقت ديالنا امتى غادي نخدمو، حتى شي واحد ما كيامبوزي على الاخر الوقت فاش غادي يخدم. يعني جيت باش نخدم انا وياك كنتفقو كنقولوا بان السبت في العشيه امتى غادي نتلاقاو باش غادي نخدموا، ولا تنقولوا اثنين في العشيه على حسب كل واحد ولي زومبيشمون ديالهم. وليكسبيريونس ولي ستاتيستيك تيقولوا بان ما بين عامين حتى ل5 سنين ديال الخدمه كنوصلوا لانديبوندونس فينانسيير، يعني كنوصلوا كنقدروا نفوتوا لو سالير ديالنا بثلاثه اربعه حتى لخمسه ديال المرات. باش نديروا الماركتين دو ريزو كيخصنا ان برودوي و اون كومباني. دونك شكون هي لا كومباني كي نوز ابوي؟ لا كومباني ولا الشركه اللي غادي تعاوننا هي فور لايف ريسيرش. فور لايف ريسيرش لي فون دي بار دافيد و بيانكا ليزومبي، هاد السيد هو مراتو هما اللي داروا هاد الشركه في 1998. دارها انطلاقا من واحد لي ريشيرش لي داروا على المناعه، وداروا بارتيكولييرمون على اللبا. اللبا هو الحليب الاول ديال لا مامون. كلنا كنعرفوا بان الحليب الاول ديال لا مامون ضروري انها تعطيها، انها تعطيه للبيبي ديالها، واخا يكون عندها غير شويه خاصها تعطيه ليه. علاش؟ لان هذاك الحليب هو اللي كيتمشي فيه واحد الرساله من الام للابل ديالها، وكتطور المناعه ديالو. هما تبازاو على اللبا ديال البقرة. كما كنعرفوا المناعه ديال الحيوانات كتكون ديما اقوى من المناعه ديال الانسان. نعطي اكزومبل، بقره الا مشات شربات من شي غديره ما كيطرى ليها والو، انسان الا شرب من نفس الغديره غادي يمرض، غادي يتقطعوا ليه مصار. كيف ما قلنا تبازاو هما على هاد اللبا، وخرجوا واحد لو برودوي سميتو ترانسفير فاكتور. كي داروا وصلوا ترانسفير فاكتور قدروا انهم انجكتيو دي بروتيين ولا دي فيتامين ا بارتير دي فروي في هذاك، في هذيك لا موليكول ديال اللبا افيك نانو تكنولوجي، باش وصلوا لهاد ترانسفير فاكتور. ترانسفير فاكتور كيقدر ينقل المناعه من كائن لكائن اخر. ديفيد ليسومبي كان كونسيي فينانسي و ديريكتور فينانسي في بزاف ديال لي بواط، لي كروند بواط في لي زيتازوني، منهم اي بي ام. فاش توصلوا لهاد الريزولتا اختار بانه يمونطي لافير ديالو ويعتمد على التسويق الشبكي ماشي لا كوميرسياليزاسيون تراديسيونيل. كريا هو وصفام لونتربريز في 1998، و او بو ديال 5 سنين هاد لونتربريز اللي هي فور لايف ريسيرش طلع له شيفر دافير ديالها ب 6108%. هاد لو ريزولتا غادي تلقاوه في لي زارشيف ديال لا اي ان سي 500. لا اي ان سي 500 سي اون ريفو اللي كتخرج دون فاسون بيريوديك، واللي كتشد لي زونتربريز في لي زيتازوني وكتكلاسيهم على حساب لا بيرفورمانس ديالهم. فور لايف لا بيرفورمانس ديالها يلا بيرمي بانها تكلاسا في 2003 15ام في لي زيتازوني، و 15ام ماشي غير مع دي زونتربريز كي اوبير في لاليمونتيغ، مع دي زونتربريز، مع كاع لي زونتربريز، يعني دي زونتربريز لي خدامين في لانفورماتيك ولا في لارمومون اكسيتيرا. عندنا ان دوزيام اكزومبل هو نيكسترا. نيكسترا حتى هي مكلاسيا فور لايف في لا 10ام بوزيسيون. كيل لو بري دو تا سونتي؟ اي حاجه نقدروا نقولوا بان عندها ثمن الا لا سونتي ما عندهاش ثمن، لان الانسان ملي كيزيد في العمر لا سونتي ديالو كتخلى عليه، الا ما قابلهاش كتخلى عليه، ومني كيشرف كيولي ها هو بيتيتغ عنده اون روتريت وعنده بوكو دو طون، ولكن ما عندوش لا سونتي. لي ريزولتا ديال لي ريشيرش ديال فور لايف ريسيرش تبوبلياو في البي دي ار فيزيشن ديسك ريفيرنس. هاد لي برودوي ديال فور لايف
اكزاكتومون ترانسفير فاكتور، ترانسفير فاكتور كيقدر يطلع المناعه ديال الانسان حتى 437%، يعني كيقدر يطور المناعه ديال الشخص اكثر من 4 ديال المرات. فور لايف عندها اون غام دو برودوي اكثر من 140 برودوي. في المغرب غادي نبداو بثلاثه ديال لي برودوي، هاد ثلاثه ديال لي برودوي تخداو لي فيش ديالهم وتحطو عند وزاره الصحه باش وزاره الصحه صادقات عليهم بانهم يقدروا يتكوميرسياليزاو في المغرب سون زوكان بروبليم. دابا غادي نفهمو كيفاش غادي نبداو في لافير اللي غادي نهضروا عليها، حيت في الاول قلت لكم سي اون اوبورتونيتي دافير.